بعد عرض الوزير الأول مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، شرع نواب الغرفة العليا للبرلمان في مناقشة مضمون هذا المخطط الذي يجب أن يحقق عدالة اجتماعية داخل البلاد حسب النواب. يجب أن تصل هذه القوانين وهذه الإجراءات ليستفيد منها المواطن فعليا، وقبل أن ننطلق في مخطط عمل الحكومة يجب إرجاع الحقوق لأهلها، حقوق الصحفيين، حقوق المعلمين، حقوق الأئمة، حقوق الأساتذة. هذا الناس هم اللي شادين الجمهورية، هم اللي يسيروا في الجمهورية، يجب أن نعطيهم حقهم ونراجع كل ذلك من أجل عدالة اجتماعية. التفكير في آليات تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع وتحديد آجال تطبيقه هي أبرز النقاط التي تم التطرق لها خلال أغلب مداخلات أعضاء المجلس. مخطط العمل الحكومة في مجمله في الحوصلة قدم الكثير من القراءات لكيفية الخروج من مختلف الأزمات التي نعيشها إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى السياسي. وبالتالي الآن الكرة في مرمى الحكومة أولا، وثانيا على الحكومة إن أرادت أن تطبق هذا البرنامج تطبيقا صحيحا على أرض الواقع يجب أن تحارب البيروقراطية الإدارية التي كانت ولا تزال تقف عائقا أمام تطبيق أي تغيير في مختلف نواحي الحياة. لاحظنا أن هذا المخطط لا توجد به بعض الأرقام، غير محدد المدة للمحاسبة، لكن جاء ببنود وافية يجب إثرائها وتوفير الآليات الضرورية لتنفيذ هذا المخطط. وتختتم أشغال مجلس الأمة برد الوزير الأول على تساؤلات أعضاء المجلس والمصادقة على المخطط، مع إصدار لائحة بمقترحات المجلس طبقا لأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة التشريعية.